كتير بحترم الشخص اللي بيسألني شو قصدك لما بحكي معه. الشخص اللي بده يفهم حقيقة كلامي مش يفسره على كيفه وياخذ مواقف بناء على أشياء أنا ما قصدتها. كتير بحترم الواضحين اللي بيقولوا اللي بقلبهم بدون لف ودوران، لكن باحترام مش بوقاحة وقلة أدب. كتير بحترم عزيز النفس والمحترم اللي بيرفض يكون جزء من منظومة بشر نمامين ناقلين للحكي واللي بيشوفوا مصلحتهم فوق أي اعتبار حتى لو كان إنساني. كتير بحترمك لما تحترمني، وبزعل عليك مش منك لما تكون صغير وضحل ومفكر حالك شي مهم وانت من جوا فاضي وعايش على الفاضي.